ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم مباراة قوية اليوم اليوم وقف عكس المباراة انت مع مين؟ انا مع الحريه مع الحريه الحريه يعني ولا فريق الحريه؟ لا الحريه فريق الحريه فريق الحريه مو مع الحريه اهم شيء البزر بالمباريات ما معه بزر لا يجي لا يجي على المباراه بضل اسكت اي والله عمر بتعرف انه شفت واحد انا جايب ارجيله يعني اراجيل ما جايب حتى الارجيله اي ما قال حلبيه روح عمر اراجيل ايه يعني انه بجوز تطول الحكايه مزبوط البزر والارجيله هذول شيء اساسي هذا غير المي والسندويش وال مزبوط شيء اساسي رح تشجع الرياضه بشكل عام ولا لا والله مسجل لعبه حلوه نحن ايه احسن بدنا تطلع مباراه حلوه يعني للفريقين باسم الفريقين يعني قلت لك كنت بحلب كنت مع مين اكثر انا كنت مع نادي الحريه اشتغل كنت كشاف نادي الحريه اه يعني مربوط بالنادي انت كنت يعني في نادي الحريه وصار هلا ازمه ومشاكل وطلعنا آه. بيت الشلة هون أهلاوية ما اتحاد قصدي ايه ما هاي الكابتن هاي الكابتن عنا اه هاي الساندويش لسه بكير على الساندويش طالما معه طالما معه ساندويش رح نقعد هون مطولة كأنه ما يعني شوي بقى على 6:30 أكيد هلا أنت هون المطرب لا تفلش على مخرج شباب كورس مين أعلى صوت بالتشجيع؟ تشجيع إلا أعلى صوت داود باشا يعني بالبطولة لا أعلى صوت هون هلا نحن اتحاد اتحاد أعلى صوت البرد أخذي أنت ولا هن يعني بس لا 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 طبعا شو الساندويش اليوم؟ بطاطا ما تاكل؟ سلطة؟ بطاطا ساندويش السلطة والله سمعتها هيك أنا لا بطاطا بطاطا بس تو لا يعني بدو بطاطا يعني بدو بطاطا يعني ما قديش حق الساندويش بركة الله مين خمسة مين اللي بده يدفع ابن اختي انا احسابه اليوم لكن هلا يعني ابن اختك ولا انت ولا هو انا انت وحده هلا مو عايز معك معناته انت ادفع انت بتدفع اول شيء بس بعدين بتلمه لا لا والله شو بيقولوا حلبيه ولا كذا بالعزيمه ما عزيمه 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 حلبيه او بيقولوا شو عزيمه شاميه عزيمه شاميه هي شاميه لا ايه في اقتصاد يعني يلا ان شاء الله هيك الفريقين يربحوا لا بدي انا فريق يربح هي اخر مباراه بالدوري اجباري فريق يربح اجباري بسجع الفريقين كل ما بيحكي كل ما بيطلع فيك ليش؟ لا لا يكون يكذبني احكي شيء احكي يلا ان شاء الله نشوف هيك لعبه حلوه ان شاء الله صحة لا لعبان معي بالدور الاول كله يا زلمه يدخل يدخل فوت فينا نفوت يعطيك العافيه قربت شو ايه كابتن بلشتوا لا هلا شوي الفريقين عم يحموا هلا ان شاء الله لبس شوي ربع ساعه او اقل من ربع ساعه 10 دقائق والله بهالشتاء لازم يحموا اجباري هلا الجو شوي بارد يعني اجباري بدهم قبل المباراه اجباري يعني بده تحمل المباراه فنشوف هلا ان شاء الله بدك تحكم ايه طبعا ايه ان شاء الله والله مسؤوليه ايه شوي المسؤوليه بس الحمد لله يعني حكمنا من اول بطوله والربع نهائي ونصف النهائي حكمنا المباراه والفريقين منيحين يعني ممتازين وما شاء الله عليهم اخلاق بالارض الملعب واخر شيء بترجع التوفيق برب العالمين يعني الحكم دائما بده يكون يعني
طبعا طبعا هي شيء مهم طبعا، هي كتحكيم انه في عندك ضغوطات قبل المباراه، ولكن اول ما صفرت المباراه بتاخذ ثقه باول خمس دقائق، بتعطي ثقه بالنفس باول مباراه، وطبعا باخر شيء توفيق من رب العالمين. انت يعني مع الفرق بالتدريب بالمباريات اللي مضيت، يعني عدد المباريات كثير وعدد الفرق كثير، بحدود قديش الفرق؟ تقريبا شيء 40-45 فريق. طبعا نحن لما نحكم دور مجموعات انت عم تحكم بالمباراه باليوم بست سبع مباريات، اخر المباريات عم يصير عندك ضغط، يعني انت تعبان من في فترات ساعات عم تتعب، بس هلا نحن جاهزين من اول، يعني ما حكيم ولا مباراه، جاهزين للنهائي ان شاء الله. بس سهل تتوقع اليوم مين يربح؟ هلا لا كحكم مباراه ما بتوقع، انه ما بصير انه اتوقع، في شوي يعني مساوات بين الفريقين، اداء يعني بين الفريقين، فالفريقين ممتازين، يعني فريق حريه فريق شباب بمقابل فريق اتحاد فريق خبره، يعني موجود كابتن يحيى الراشد، في شيء فوارق كخبره وبين الشباب، فما بعرف الارض المباراه. بالتوفيق ان شاء الله. عندي اربعه اجوا عمره 12 سنه، اربعه اجوا لهون يعني عمره 12 سنه من نادي الحريه بحلب بيلعبوا، والحمد لله صار لنا الله عمره 12 سنه، الله صار عمره 16-17 سنه، عندي كله فريق شباب. يعني هيك بلشوا يعني يتدربوا هون، بعثوا اليوم من حلب اجوا لهون حكوا معي نادي الحريه بحلب، قالوا في عندنا صغار شباب نبعث لك اياهم، وبعثوا لي اياهم هون ولحتى الان معي. لانه هنيك ما عاد في مثل يعني انه يلعب وكذا. لا ما عاد الحمد لله هون يعني. وهنا بتشوف انه بيطلع منه شيء؟ شيء اكيد والله، يعني شيء بيطلع كثير كثير. المدرب؟ ايه انا مدرب الفريق. ربحنا اليوم ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله، الله الله يوفق الفريقين اهم شيء يعني، ويسعدوا الجمهور ان شاء الله. مين اشطار؟ مين الاشطار؟ والله فريقين كويسين، في فريق لا قصدي المدربين. هلا اليوم بين اللي بيربح هو اشطر ما احسن نتيجته ما إيه. مدرب الاتحاد نفسه القديم ولا تغير ولا؟ مدرب الاتحاد هالنسخة هاي تغير، بس هو كمان هو نفسه مشرف الاتحاد، بس سلموا هالنسخة هاي. الحرية على ما يبدو ثابت يعني نفسه. الحرية ثابت، ايه كل نسخة كل نسخة نفس مدربه. معناته نتائجه بيضمنها أكثر. والله ما لها علاقة، ما لها علاقة. تحت 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 شوي، هون هون هون، هيك طابة شوي. هلا الدنيا شتا والناس جاية. والله محبة بالفريق يعني المباراة النهائية أكيد رح يكون في تواجد للجمهور، الحمد لله صيف شتا موجودين يعني محبين كتار ما شاء الله. حارسكم كيفه؟ حارسنا والله كابتن محمود ممتاز. كم سنة صار له؟ والله صار له معنا من 2013. منيح يعني؟ لا لا ممتاز إن شاء الله. صوتكم ما عم يوصلني. خليك تطلع عندي أنا بعلي لك صوتي. أيوه هيك صوت مواطن. فكرة ما إلك. التشجيع عند مين اليوم؟ كلياتنا جايين نتفرج على اللعب الحلو. يلا بس الواحد ما يتضايق او يعصب وينرفز. بس عادي حطونا كراسي كابتن. ايه بس يعني انه الواحد وقت بتصل الطابه للجول وما يعرف يشوطها وما بتضايق؟ والله شيء بضايق. شيء بضايق طبعا، شيء اكيد طبيعي. هو لازم الحكم للجمهور بيقولوا ما هنيك بيقولوا الجمهور. طابه واحده بيحكم على اللاعب خلاص بفشلوا ابدا يعني، خلاص راح الطابه المباراه كلها منه خلاص، هو روح راح. الجمهور هيك عنده راي بس يقول رأيه. نعم. أما لو كان هو بإيده كان الملعب فضي. واجهناها هذيك الجمعة، واجهناها نفس الشيء يعني، كنا اثنينات آخر خمس دقايق ضيعنا المباراة وخسرنا يعني خطأ واحد يعني. خسرنا 3-2 المباراة. والحكم للجمهور كنتوا فصلتوا اللاعب دغري. فصلنا وخلص. يلا أهلا وسهلا فيكم. ما صح لها لعب، ما صح لحد قال يا جماعه من اول 10 دقائق غيرنا لك. لا يا كتيبة انت قائد الملعب، شو ما بترجعوا شو هي لك انت كم مره جماعه قال لك شيء انه انت صرت على نص الخط معه
قال لك شيء انك صرتوا ثلاثه على نفس الخط؟ سمعت شيء من حدا انه انتوا ثلاثه على نفس الخط صرتوا؟ يلا لا بعد ما قلبت الدنيا رجعت لك حسين وعمر لورا ووليد قدامهم ارتكاز. الله يعطيك العافية. الله يعافيك على سيدي. يلا الواحد يعني اخذ ولد مزبوط صح. اي والله نشوف هلا. هلا هون الحرية يعني شباب تحملهم بجوز اكثر ما؟ نعم اكيد لانه شباب هن وخاصة ما بتعرف انت كلهم خبرة يعني لاعبين خبرة. هن احسن. وقت اللي شاطة قديش المسافة بينك وبينه؟ ما في شغلة 5 متر يمكن قريبة قريبة كانت كثير وصفت. قريبة وقوية. قريبة كثير وقوية بس انا توقعت انه شلتها بس كبست بالعارضة وفاتت ما بعرف شلون فاتت. انا قلت شلتها طلعت هيك اللي هي جوا. اي والله. يلا هلا الشوط الثاني ان شاء الله ان شاء الله. هو في خشونه ما تحس انه هلا مو في خشونه في شوي قوه بدنيه باللعبه بس اجباري مباراه نهائيه اجباري لازم يكون فيها قوه بدنيه يعني الالتحامات راح تكون اقوى شوي يعني حريه بدها هداف نقول فينا بدنا لاعب يخلص الهجمه قدام بس يوصل طبعا طبعا نوصل ولكن ما في توفيق قدام المرمى ما في توفيق انه يخلص اللعبه. يلا هلا في 25 دقيقه ثانيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله موفقين. 10 ما انت اللي حطيت الجول. اي حلو الجول. اي والله توفيق من رب العالمين. الملعب مو لانه صغير ليش الواحد بده يلقطها لحتى هلا هي سودا يعني ارض سداسيه يعني حتى من ايام شفت من ايام سوريا بنلعب يعني انه 5 وحارس 6 وحارس هي المهم واحد يتحرك من دون طابه اهم شيء راح يتحرك من دون طابه. شفت يعني الجول اللي اجى صف لي الجول يعني عشوت شطه توفقت فيها دخلت جول لانه قويه ما قدر. اي طبعا طبعا لو ما هي قويه ما قدر. انت شفت صدى الحارس ضربت في العارضه ودخلت. مين اعطاك الباص؟ والله محمد ابراهيم رقم 70 صانع الهدف. ايه صانع الهدف طبعا هو الجماليه منه يعني اكيد كمان ما بعدي من عندي طول مش ما بعدي الله صار طلعنا كلها علينا اشبك هون صعب الواحد يلحق الجول ما صعب صعب. اي والله صعب كثير كثير مثل البرق ببقى. اي والله اجباري يعني حتى طابه سريعه يعني ملعب صغير اجباري تصير هيك ولعيبه بوشك وش بعض اجباري ننتم هيك يعني بتمنى يعني بتمنى الواحد يكون جوا اجباري لك بده يكون حتى واحد يكون جوا حماسيه جوا يعني لما مصور فيه هون منيح والله ما في غير انا هون مصور يعني اصور هون البطوله كلها يعني. الله يعطيك العافيه. ابو جمعه كيفك؟ اهلا وسهلا ان شاء الله بخير. لا استاذ كيفك؟ شو صحتك؟ خليك يا رب الله يخليك. عم يقولوا ابو جمعه عامل لهم ابنه للجمعه. عم تسلم يا رب. اي والله الحمد لله. اي ايام راحت. اي راحت. يلا يعني انت وجودك هيك بتذكر الناس بال كريم ان شاء الله هيك بنعمل اضافه كويسه باذن الله. الله تسلم يا رب. طول بالك على الشباب ان شاء الله ان شاء الله. لا لعيبه متحمسين كثير بس نشغل عقلنا وشوي خبره ان شاء الله بناخذ اللعبه ان شاء الله. على مين Yeah.
70 بين السبعة اختلف الموضوع. ايه في فرق 63 في فرق. هلا يعني عم بيقولوا لي انه عملنا معك مقابله انك حطيت جول. بس لانه حطيت جول. قد ايه مواليدك؟ 91 الحمد لله. لحقت تلعب منيح يعني انت؟ يعني كسبت وقتك؟ كسبت وقتي طلعنا طلعتنا خربت البلد الحمد لله. ايه بس يعني قبل كنت تلعب؟ ايه يعني لعبت صار في خبره؟ ايه في خبره الحمد لله. ايه احترفنا شوي. احترفت طلعت من الدوري السوري على الامارات. ايه رجعت على تركيا، رجعت طلعت على اليمن، بعدين على سلطنة عمان، وهلا هون بمحترف نادي تركي الحمد لله. سوبر يعني انت محظوظ انه لك جمهور، بس مالك محظوظ بقصة الاحتراف وال ايه الحمد لله. على كل حال هي توفيق من رب العالمين الحمد لله. شوي الاصابات اثرت علينا بالخليج بموضوع الجفاف. الجو درجة الحرارة 50 بتعرف انت الرطوبة، فصار جفاف هيك والعضلات ما تحملوا، صار معنا اصابات ما توفقنا بالاحتراف. هي بدها علاقات اكثر صار ولا انه عم بدهم؟ لا علاقات لا، بيلعب دور 70 80% موضوع العلاقات. اذا في شخص مثلا هو يذكيك بالموضوع العلاقات بتنجح اكثر. فانا عانيت انه ما في علاقات، طلعت كتجربة. همك تلعب، همك تلعب، همي العب واحترف يعني اسطع لوحدي، بس سبحان الله الاصابات وقفت ضدي. هلا هون عدد اللاعبين المحترفين اللي عندهم هذا يعني كثار ولا قلال؟ والله كتار بس مهمشين تقريبا اكتريتهم قريبة الحدود السورية، هاتاي بغازي عنتاب كلس أضنة ومارسين. صعب يجوا على اسطنبول؟ في هون نسبة قليلة انه محترفين باسطنبول. يعني بس صعب يصير منتخب هون بتركيا السوري يكون. والله العلم عند الله اذا في شغل نظامي وصحيح على هالامر هذا بينجح. وفي لعيبة؟ في لعيبة، في لعيبة مستويات، في لعيبة منتخب. وين المشكلة؟ والله مشاكل كثيرة يعني. لا بده دعم مادي، بده على الدعم المادي لابد منه طبعا. ما هو الاساس ولا في شيء ثاني؟ طبيعه اللاعبين هون ما خرج اللاعب يجي على المنتخب بدون ما يكون مدعوم مثلا مصروف اجار طريقه وسكنه، لانه هون اغلب اللاعبين جايين يشتغلوا يعينوا اهلهم. ما انت عم تشتغل وتلعب فوتبول سوا؟ انا عم بلعب بنادي تركي وبنفس الوقت عامل اكاديميه للصغار، مدربهم كمان، عم نستفيد من هون من هون الحمد لله. يعني النادي التركي يعني عم يقدر يغطي شيء شوي نفس الوقت تدريب. ايه النادي التركي عاطيني موضوع الاراضي بدون اجار بسبب انه عم بلعب معهم يعني محترف معهم، وهذا الشيء عم يساعد يعني الحمد لله. بس الصعوبه بتيجي على الاجيال الصغيره، هون ما في اهتمام فيها مثل سوريا. هون نحن بغربه طبعا، الغربه الناس اغلبيتها دايره على معيشتها اهم، بس طبعا المواهب بتبين يعني اذا في مواهب تنخطف ان شاء الله يعني. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا لك. مشكورا. سلامات. اهلين كابتن. من اول تو اخر تمام. ايه الحمد لله. قدرت تهدي يعني ما بين الملعب الصغير يعني خشونه، بس يعني طبعا حتصير اخطاء كثير يعني خلال دقيقه بجوز شوف خطا اكثر من خطا بالارض الملعب. الحمد لله الفريقين كانوا رائعين يعني بغض النظر عن مين فاز بالمباراه، يعني ماتش حلو يعني مش داعي لهيك نهائي، مش داعي لهيك نهائي تكون حلو يعني. الحمد لله الفريقين كانوا بارض الملعب يعني بغض النظر متجاوبين. لا الحمد لله متجاوبين، يعني البطاقات الحمر ما طلعت ابدا، فهذا بدل انه مباراه نظيفه يعني. يعني فريق الحريه ما انحظ بالاهداف. هلا فريق الاتحاد كان فيه ينهي المباراه، في فرص عنده صارت، ولكن الحريه كان في فرص محققه يعني، في عندك انفراده كامله للمهاجم كان فيه يجيب التعادل، كانت تروح من ايد الاتحاد، كانت تروح على ضربه جزاء، بس انه التوفيق من رب العالمين المهاجم ما توفق، والاتحاد اخر دقيقه شفت تنتين قدروا ينهوا المباراه، وبالاخير العالم تستمتع. نحن اهم شيء العالم جاي يتفرج على المباراه، شافوا شيء حلو بارض الملعب، الكباتن بارض الملعب كانوا متعاونين معي يعني احنا حكام بارض الملعب، هي نجاح البطوله. المباراه اللي قبلها بين الاطرجي وبالاتحاد كانت كمان صعبه أكثر. يعني الشيء كان فيها قوه اكثر يعني، نحن شفنا اخر مباراه اخر 10 دقائق كان فيها قوه، الحريه حاول انه يجيب تعادل، الاتحاد حاول انه يحافظ على النتيجه، اخر شيء التوفيق من رب العالمين، الفريقين فايزين انا يعني بنظري فريقين فايزين، نازلين على النهائي كبير، عدد جمهور كبير جاي يتفرج عليك مباراه، فبتوقع الاثنين فايزين بارض الملعب. شكرا ابو الصيف، الله يعطيك العافيه. Hey!
فريق الحرية. نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.